احنا من غربي كفرانبيل ونزحنا لهون على مخيم السارود. مخيم السارود وحل، بدنا نعبي ماي ما بنحسين، بدنا نروح على دكتور. والله العظيم مرضاني بدي اروح على الدكتور، ماني عم بحسين. يعني وضعنا كثير سيء، صوبات ما عنا، يعني عنا صوبه، عنا غنفات زيتون بنحطن بهبني هبي وبيطفيني. يعني احنا بحاجه كل شيء، بحاجه لبس، بحاجه مد، بحاجه اسفنج، بحاجه مواد غذائيه، بحاجه خبز، يعني بحاجه كل شيء احنا. يعني وهذا الصاير الواحد للركبيه، قسم بالله اذا الواحد بده يروح على دكتور ما بيحسن يطلع بطول، ولا بيحسن يمشي بطول. اذا بده يروح على جاري ما بيحسن. يعني هذا وضعنا، ما في اصعب منه في الدنيا. لا عنا درب، لا حدا عم يجيب لنا اكل، لا حدا عم يجيب لنا خبز، ما حدا عم يجيب لنا يعني شيء نتدفى عليه. لو ان حدا يجيب لنا شيء نتدفى عليه يعني مثل فحم مثل شيء. هذا وضعنا. يعني هلق مرضاني انا صدري مسكر، بدي اروح على الصيدليه ماني عم بحسن. جرت الغاز حصلها خلصاني عندي بجي 10 ايام، جرت الغاز ب 9300، ما معي حسين بدلها لجرت الغاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مدي إبراهيم منصور من كفرانبيل. ناسين هلا خوني صار لنا 8 شهور. لا عنا حطب، لا عنا صوبات، لا عنا حرامات، لا عنا طراريح، طراحات ما عنا شيء. الخيم عم يشير علينا مي، الواحد لقوا على الطريق، هذا الطريق أخ أيوه من هون للزفت لا بنقدر نمشي فيه، ووحل كثير ومي كثير والسيارة ما بتيجي لعنا، تراكتور ما بيجي لعنا. نحن بحاجة لكل شيء. إغاثات قليلة بيجونا بيصوروا عنا هون أخي يوم منظمات بتصور وما عم يجينا شيء. هو بيهمنا أكثر شيء مواد غذائية، يعني حتى إذا مريض عنا عاجي هون ما بنقدر ناخذه لا على الدكتور ولا على الصيدلة ولا على مطرح، لا في سيارة بتمشي ولا في موتور بيمشي. وإذا بدنا نطلع من هون للطريق بنوقع شيء 3-4 مرات على الطريق لحتى نوصل للطريق، ونحن حالتنا تعيسة كثير 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 تعيسة. هذا مخيم منير، مخيم السارود، ونحن بحاجة لكل شيء. يعني عندنا أولاد هون بيمرضوا ما بنقدر ناخذهم على الدكتور. المريض عاجي ما بنقدر ناخذه على الدكتور، المرضى تحرمي على الدكتور ما في. يعني عم نعاني من مشاكل كثيرة، مي، وحل، بطاق، برد، صوبات ما في، حطب ما في. يعني بدنا كل شيء، نحن بحاجة لكل شيء، طريق ما عندنا طريق خالص. الواحد لا بتفوت سيارة لا تراكتور لا شيء. نحن بحاجة لكل شيء هون. وأشوف تقدروا تساعدونا الله يعطيكم العافية والله يجزيكم الخير.